بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية إن شاء الله، زي ما وعدتكم النهاردة، ونحاول بإذن الله نثبت يوم الأربعاء من كل أسبوع نتكلم فيه عن موضوع. قلنا هنتكلم النهاردة على الإميونو بولس ديس أوردرز. قبل ما نبدأ إن شاء الله كده، الناس موجودين والصوت واضح ولا لأ؟ إحنا عاملين تنويه يا جماعة من كام يوم إن إحنا هنبدأ الساعة 11:30 بتوقيت القاهرة، ونوهنا تاني النهاردة، فالناس موجودين عشان نبدأ. نرحب بالناس اللي دخلت معانا وقولنا الصوت واضح ولا لأ. بس أهم حاجة الصوت واضح. دكتورة شيماء، دكتورة مي، دكتورة منال، دكتورة بسمة، دكتورة فاطمة، دكتورة ميرفت. طيب، احنا زي ما قلت لكم ان شاء الله وعدتكم هنتكلم على الامينو بولس ديس اوردرز، وهنبدأ إن شاء الله نحاول يعني ناخد جزء منها النهاردة على قد ما نقدر، ونحاول بإذن الله لو قدرنا نكملها الأسبوع الجاي إن شاء الله. تمام. هنتكلم على إميونو بولس ديس أوردرز. أول حاجة، الإميونو بولس ديس أوردرز قبل ما نبدأ خالص بتقسم، لو الناس بس قبل ما نبدأ أنا عايز أقول لكم على حاجة، بس يعني لو كل واحد بس يجيب ورقة أو قلم معاه كده، عشان في حاجات إيه اكتبوها ورايا وهترسموا معايا إن شاء الله، يعني في حاجات كده هخليكم ترسموا معايا واحدة واحدة. تمام. البولس ديس اوردرز عموما، انا بتكلم على الاميونو هنا. لو اتكلمنا على بولس ديس اوردرز لوحدها، لا هناخدها ممكن تقسيمه تانية، هنقسمها كونجينيتال واكوايرد، والاكوايرد عندنا فيها هنلاقي فيه اميون، وهنلاقي فيه نيوبلاستيك، وهنلاقي فيه تروماتيك، في انواع كتير جدا، وفي حاجات جينيتيك. يعني البولس ديس اوردرز كتير جدا، يعني في حاجات حتى خاصه بالنيونيتس لوحدها، في حاجات جينيتيك لوحدها اللي هي جيني بولس، ده يعني تشابتر لوحده خالص. وفي كمان عندنا بعد كده التروماتيك بولس ديس اوردرز، وفي عندنا الميتابوليك بولس ديس اوردرز، ففي انواع كتير عندنا للبولس ديس اوردرز. لكن احنا هنتكلم النهارده على الاميون بولس ديس اوردرز. يبقى احنا خدنا جزء من البولس ديزيز كلها، اللي هو مين؟ الاوتو اميون او الاميون بولس ديزيز. اول حاجه، البولس ديزيز عندنا عموما بتتقسم نوعين، سهله خالص، يا سوبرا بيزل يا سب ابيديرمال، او اللي هي نقسمها نوعين، يا بنفجاس جروب يا بنفجويد جروب. سهله خالص اهي. بنفجاس جروب يبقى المشكله كلها عندنا فين؟ عندنا فوق في الابيديرمس، يا اما سوبرا بيزال كليفت او سب كورنيال او انترا ابيديرمال. احنا عندنا ثلاث مستويات في الابيديرمس، يا سب كورنيال يعني تحت الهورن لير على طول، او انترا ابيديرمال يعني في وسط الابيديرمس، او سوبرا بيزال يعني فوق البيزال لير مباشره. دي مجموعه البنفجس جروب. بنفجس جروب، لما اقول بنفجس جروب يبقى انا كده البول بتاعتي او الكليفت في الابيديرمس ذات نفسه. طب البنفجويد يعني شبيه البنفجس، اويد يعني شبيه بيه. فالبنفجويد جروب هي سب ابيديرمال كليفت. تمام. يعني الكليفت موجود تحت الايه؟ تحت الابيديرمس. ويختلف بقى الليفل بتاعه، سواء كان بقى في الجانكشن عند مستوى الهيميديسموسوم، ولا في زي ما هنقول بقى اللامنة اليوسدا، ولا في السبلامنة دنسة، على حسب الليفل اوف سيبريشن موجود فيه. تمام. يبقى احنا عندنا في مجموعة اسمها البنفجاس جروب، وفي مجموعة اسمها البنفجويد جروب. نبدأ بأول مجموعة عندنا، مجموعة البنفجاس جروب. والبنفجويد جروب احنا قلنا هنتكلم فيها على اكتر من موضوع، وفي انتيتيز لوحدها حاجة اسمها الدي اتش مع الينر اي جي اي بولس ديرماتوزيس. البنفجاس جروب، قبل ما ابدا كده انا عايز اسال الناس ايه انواع البنفجس. في ناس هتقعد تعد بنفجس بلجارس، بنفجس فيجيتانز، بنفجس فيليشياس، بنفجس ارسيماتوزس، و و لا، المجموع ما بيتاخدش كده. احنا بيبقى في عندنا نوع كبير، يعني نوع جنرال، في فيريانت بيجي منه، نوع جنرال وفي فيريانت بيجي منه، زي ما هنقول بالظبط كده. البنفجس فيلجارس في في، يبقى الفيريانت بتاعه اسمه ايه؟ فيجيتانز. يبقى عندنا بنفجس فيلجارس اند اتس فيريانت فيجيتانز. بعد كده عندنا السوبرفيشيال بنفجس، اللي هو مين بقى؟ بنفجس فوليشيس والفيريانت بتاعه ارثيماتوزس. تمام. يبقى احنا عندنا الفالجاريز والفيريانت بتاعه فيجيتانز، الفوليشيس والفيريانت بتاعه او اللوكالايزد تايب بتاعه، يعني ما نقدرش نقول لوكالايزد قوي، اللي هو الفيريانت منه اسمه ارثيماتوزس، او الاثنين بنسميهم سوبرفيشيال بنفجس. بعد كده في عندنا دراج انديوسد، او سواء كان induced او triggered بنفجس، يعني بنفجس caused by drug. وفي البارانيوبلاستيك بنفجس، ومن اسمه عرفنا ايه اللي موجود معاه. وفي نوع لوحده منفصل تماما، حاجه اسمها IgA بنفجس، ومن اسمه يبقى عندنا الانفلتريت اكيد 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 مختلف عن الانواع اللي فوقيه. وهي بس معلومه حابب اقولها على السريع كده،
اي حاجة عندكم في الجلدية كده عموما او حتى في الطب عموما فيها اميونوجلوبلين اي في الباثوجينيسيس، يبقى هتلاقي فيه نيوتروفيلز في الانفلتريت، يبقى هتلاقي فيه دابسون في التريتمنت. سهلة. اي ديزيز موجود فيه اميونوجلوبلين اي في الباثوجينيسيس، يبقى الاميونوجلوبلين اي باثوجينيسيس هتلاقي فيه نيوتروفيلك انفلتريت في الباثولوجي، يبقى هتلاقي فيه دابسون في التريتمنت. عشان بس نخلص من القصة دي حاجة بالمرة كده واحنا ماشيين، نبدأ في البنفجاس جروب. احنا قلنا اول حاجة البنفجاس فالجارز مع الفيريانت بتاعه اسمه ايه، فيجيتانس. كلام النظر ما نحبش نتكلم فيه كتير، سواء كان الابيديميولوجي بتاعنا السكس ميل وفي ميل الايج، بس في حاجة مهمة جدا هنا في البنفجاس. البنفجاس فالجارز بنسميه دايما بيجي في الميدل ايج، في الميدل ايج يعني بيجي ده من 50 لـ60 سنة. طبعا الناس اللي بره بالنسبه لهم 50 لـ60 سنة ده ميدل ايج، احنا عندنا ده يعني يعتبر كده خلاص بيودع. لا، ميدل ايج عندنا بتبدا من 30 يعني هو في 30 ل 50، من 40 ل 50 او من 30 ل 50، 40 ل 60 في الرينج ده. لكن الاكستريمز اوف ايج بتيجي مع البنفجويد جروب، اللي هم يجي في اليونج ايج قوي او يجي في الاولد ايج قوي فوق ال 70 وال 80 او في النيونيتس او في التشايلد هود. نيجي بقى كلمه امينو بولس ديس اوردرز. بولس ديس اوردرز يعني احنا عندنا البرايمري ليجن بتاعنا يا اما فيزيكال او بولا. تمام، يعني ايه كلمه فيزيكال او بولا؟ ومحتاج بقى الناس هنا ايه كده لو معاها ورقه وقلم تحاول ترسم، وايه الفرق بين الفيزيكال والبولا او الفيزيكال او البولا والسيست، يعني ايه الفرق بين الاثنين؟ لو قلت لك دي بولا ودي سيست عايز تفرق ما بينهم، زي ما انتم شايفين كده قدامنا، البولا او الفيزيكال عباره عن كافيتي كونتيننج يا اما فلويد او سيمي فلويد ماتيريال موجود في النص، لكن اللايننج بتاعه ما فيهوش اي حاجه، يعني اللايننج هنا ما فيش، هو مجرد فراغ او في دايره موجوده وفي قلبها حاجه، في قلبها فلويد. تمام، او سيمي فلويد ايا كان اللي موجود فيها. لكن السيست هي عباره عن كافيتي containing fluid, semi-fluid أو solid material، وأهم حاجة lined by epithelium. lined by إيه؟ epithelium. يبقى الفرق بين السيست والبولة في الديفينيشن، البولة عبارة عن سيست، عبارة عن cavity وفيها fluid، ما هيش lined بأي حاجة، لكن السيست عبارة عن cavity containing fluid أو semi-fluid أو solid material لازم تكون فيها lining بالepithelium. لو ما فيهاش epithelium في lining خلاص مش هتبقى سيست. تمام، الليفل اوف بولا هو اللي بيفرق معانا في انواع الديس اوردر، سواء كان بقى ابيديرمال او سب ابيديرمال. قلنا الابيديرمال هنسميها بنفجاس جروب، سب ابيديرمال هنسميها البنفجويد جروب. نخش على الكلام المهم بتاعنا ده في الباثولوجي. لو حبينا نقول دي سب كورنيال، ادي الاستراتم كورنيوم سب كورنيال، ودي سوبرا بيزل، سوبرا بيزل ادي البيزل سيلير. حد عارف الليرز اوف ذا ابيديرمس ولا حدش عارف؟ اكيد كلكم عارفين. ها الأربعة لير، سيراتم كورنيوم جرانيولوزم، ها وعندنا ها الأربعة ليرز بتوعنا. يبقى كده عندنا دي البيزل سيلير، فوقها مين هنا؟ يبقى في دي سوبرا بيزل كليفت. في حاجة مهمة عشان بس الناس بتتلخبط، كلينيكالي أقول عليها فيزيكال أو بولا، لكن باثولوجي هقول عليها كليفت. ما ينفعش أقول بولا في الباثولوجي، يعني ما ينفعش أنا أجيب لك صورة باثولوجي كده تقولي ده بولا، لا دي كليفت، في شق حصل هنا. تمام، طيب الليفل هنا ده تحت، تحت الابيديرمس، يبقى ده سب ابيديرمال كليفت. يبقى الاثنين دول بنفجويد جروب، الاثنين اللي فوق بنفجويد جروب، واللي تحت دي رب الاثنين اللي فوق بنفجاس جروب، واللي تحت عندنا بنفجويد جروب. نيجي للباثوجينيسيس، وده مهم هنتكلم بقى فيه، وده اهم حاجه بالنسبه لي. هي الكي بتاعنا او المدخل بتاعنا بقى هنا بالنسبه للبولا ديس اوردرز عموما، هو المشكله حصلت فين، ايه اللي حصل خلى عندي يحصل كليفت او يحصل عندي بولا. بالنسبه للبنفجاس جروب المشكله كلها في الديسموزومز. انا اللي يهمني في الديسموزومز هو عباره عن مركب كده موجود، هو اللي بيربط بين الكيراتينوسايتس وبعضها، وهنرسمها مع بعض دلوقتي وهنحاول نقرب الدنيا مع بعضها. تمام، الديسموزوم عبارة عن disc shaped intracellular junctions، السايز بتاعها كذا، لكن أهم كلمة عندي هي دي، الديسموزومز عبارة عن glycoproteins. عبارة عن ايه؟ glycoproteins. سيبكم من كلمة glyco، لكن المهم النص التاني proteins. أدام قلت بروتين، أي مركب في الدنيا دخل فيه بروتين في أي وقت من الأوقات ممكن يبقى antigen. تمام؟ لان معروف ان البروتينز اي انتجين في الدنيا لازم يكون فيه بروتين، فطالما المركب ده
في بروتين فممكن معرض في اي وقت من الاوقات ان هو يبقى انتيجين ويحصل انتيجين انتي بودي رياكشن ويعمل لي اوتو اميون ديس اوردر. فخلوا بالكم من المعلومه دي. الديسموسومز عباره عن جلايكوبروتينز انواع كتير جدا، خلاص تركيبتها ايه؟ جلايكوبروتينز. طالما بروتين يبقى ايه؟ تبقى انتيجين. طالما انتيجين يبقى ايه؟ معرضه ان يجي ليها ايه؟ انتي بودي، يبقى يحصل رياكشن، يجي عليهم الكومبلمنت يفعل الموضوع، تبدا المشكله تحصل، يديني حاجه اسمها اوتو اميون ديس اوردر. خلاص. طيب نيجي للرسمه دي بقى، وانا عايز نخرج من هنا وعايز الناس عشان ايه الموضوع ما يبقاش صعب بالنسبه لهم. معلش انا هرسم لان انا جيت ارسم بالورقه وقلم فهضطر اسيب الموبايل فمحدش هيمسك معايا، فهحاول اقرب لكم الدنيا. الناس بس لو تقدر تمسك ورقه وقلم كده وترسم معايا ببساطه. انا عندي دي كيراتينوسايت، تمام؟ يعني هنرجع تاني كده بالراحه، انا ما اول مره ارسم بالجهاز بالبرنامج ده. ده كيراتينوسايتس، دي الوول بتاعتها، وعندي هنا كده من بعيد دي يعني ده الباوندريز بتاعت النيوكلياس هنا كده. يعني لو جيت هنا كده النيوكلياس اخرها هنا، يبقى دي كيراتينوسايتس ودي هنا النيوكلياس. طيب الناحيه التانية الكيراتينوسايتس الناحيه التانية، تمام؟ وبرضو عندي النيوكلياس جايه هنا كده. الفكره دلوقتي انا عندي المنظر ده كيراتينوسايتس ودي كيراتينوسايت، يعني هنا كيراتينوسايت وهنا كيراتينوسايت. انا عايز امسك الاثنين دول في بعض عشان يعمل له حاجه اسمها جانكشن، نوع من انواع الجانكشنز اللي احنا عارفينها، تمام؟ في الادهرنس جانكشن، في جاب جانكشن، في الديسموسومال جانكشن. احنا عندنا ده دلوقتي هنتكلم على الديسموسومال جانكشن. الناس ترسم معانا، ادي انا رسمت هنا خليه، ده جزء منها وده جزء منها، ادي النيوكلياس هنا والنيوكلياس هنا، وادي السيتوبلازم في النص هنا كده، تمام؟ هنلاقي كل خليه بتبدا تعمل حاجتين جواها، في حاجه اسمها اوتر بلاك يعني بترسم عمود هنا كده خلاص، وحاجه اسمها انر بلاك، تمام؟ معلش بقى ايه، استحملوا الرسم اللي مش حلو ده. الناحيه الثانيه هنرسم انر بلاك خلاص، وبرده عندنا في اوتر بلاك. طيب يبقى كده الرسمه واضحه بالنسبه لنا. انا عايز اوصل الكيراتينوسايتس دي بالكيراتينوسايتس دي، ادي السيل ميمبرين، اوتر بلاك، انر بلاك، وادي النيوكلياس. انا عايز اوصل كل ده يجي الناحيه دي. اول حاجه خالص عندي هاجي من هنا من الفري اند بتاعت السيتوبلازم اللي موجوده هنا دي كده، وهرسم خطوط كده. اللي شاطر يقول لي دي اسمها ايه، هتبدا توصل الفري اند بتاعت السيتوبلازم بالانر بلاك. حد عارف دي اسمها ايه اللي انا رسمتها باللون الاصفر دي؟ ها يا جماعه اشتركوا كده، قولوا اي حاجه. ها يا جماعه انتوا نمتوا ولا ايه؟ طيب انا وصلت الفري اند في السيتوبلازم هنا بالانر بلاك بحاجه اسمها الكيراتين، لا مش عارف اكتبها بقى، كيراتين انترميديت فيلمنتس، تمام؟ دي الكيراتين ايه؟ انترميديت فيلمنتس، تمام؟ الدكتوره شنري ردت عليا الحمد لله، حد متابع معايا وبيقول اهو، يبقى دي الكيراتين انترميديت فيلمنتس، تمام؟ يبقى انا كده ربطت الفري اند بتاعت السيتوبلازم بالايه؟ بالانر بلاك. فاضل ان انا اربط ده بده، خلاص؟ هجيب حاجه اسمها كده عمدان، هتيجي هنا في النص كده نوعين، في حاجه اسمها الديسموكولينز وفي حاجه اسمها الديسموبلاكينز. انا عايزكم ترسموها بايديكم عشان ما تنسوهاش. دكتور سيد محمد ما شاء الله، الدكتور سيد جاوب اهوت، كيلاتين انترميديت فيلمنتس، ودي تعتبر نوع من انواع السيتوسكيلتون. دي هي دي اللي انتم شايفينها، الكيراتين انترميديت فيلمنتس، ربطت الجزء اللي ده بالانر بلاك. هربط الانر بلاك بالاوتر بلاك بحاجتين، حاجه اسمها فيه اكتر من حاجه لكن اهمهم الديسمو بلاكينز والديسمو ايه؟ والديسمو كولينز. هما اكتر حاجه عندنا الديسمو بلاكينز موجوده هنا. طيب فاضل ايه بقى؟ الجزء اللي في النص ده، الجزء اللي في النص ده برده ما هو السهل وجزء مهم جدا وكبير، يبقى لازم حاجه تكون قويه جدا جدا جدا. فهنجيب حاجة تستحمل المشكلة الكبيرة اللي هنا، هنجيب حاجة اسمها ديسموجلاينز تبدأ توصل هنا بهنا. والديسموجلاينز في منها أكتر من نوع، لكن اللي يهمنا في الجلدية عندنا في نوعين مهمين قوي، ديسموجلاين واحد وديسموجلاين ثلاثة.
خلاص يا جماعة كده الموضوع سهل ولا صعب؟ حد رسمها ولا محدش رسمها ورايا؟ محدش رسم، شكل كده هزعل منكم كلكم. ادي الكيراتين انترميديت فيلامنتس، وصلت هنا بهنا السيتوبلازم مع الانر بلاك، تمام. حابب بعد كده اقوم جاي موصل الانر بلاك بالاوتر بلاك بالديسموبلاكينز، تمام. وبعدين وصلت الاوتر بلاك بالاوتر بلاك بمين؟ بالديسموجلاينز، سواء كان ديسموجلاين واحد وديسموجلاين ثلاثة. هرجع بقى للرسمة بتاعتنا هنا اللي بتمثل الموضوع باختصار جدا. دي كيراتينوسايت وجنبها كيراتينوسايت تانية. كل كيراتينوسايت بتتصل باختها بحاجة اسمها ديسموزوم. ادي ديسموزوم وادي ديسموزوم ادي ديسموزوم وادي ديسموزوم. كل دي اسمها ايه؟ الديسموزومز بينها وبين بعضها. لكن البيزل سيلز تيجي تحت كلمة ديسموزومز، يعني اتصال بين خليتين. طب لو جيت اتصال بين خلية والأرضية بس هسميها هيمي ديسموزوم، يعني عندي خلية في ناحية وأرض في ناحية تانية، اللي هو اتصال البيزل سيل بمين؟ بالبيزمنت ممبرين هنا تحت، ده بنسميه هيمي ديسموزوم. نرجع لصورة أصعب شوية، اللي الصورة اللي أنا قلتها لكم دلوقتي. عندي هنا دي النيوكليوس هنا ودي الفري إند بتاعت السيتوبلازم. أنا وصلت دلوقتي عندي ده السيل ممبرين، في عندي حاجتين هنا، في اوتر بلاك وفي انر بلاك، وادي الفريق بتاع السيتوبلازم. اول حاجه عندي الكيراتين فيلامنتس او كيراتين انترميديت فيلامنتس اللي بتمثل السيتوسكيلتون، عمود الخليه، ده اللي بتقوم على الخليه من جوه. بعد كده عندي وصلت الانر والاوتر بلاك ببعض عن طريق الديسموبلاكينز. بعد كده عندي وصلت الاوتر بلاك هنا بالاوتر بلاك هنا عن طريق مين؟ الديسموجلاينز واحد وثلاثة وجزء من الديسموكولينز معاه، تمام. طيب نيجي نتكلم بقى ايه باختصار. لو انا جيت هنا انا قلت الديسموجلاينز الديسموزومز عموما عباره عن ايه؟ متكونه من جلايكوبروتينز، يعني كلها بروتينز، يعني كلها انتيجنز. فدي 1 2 3 4 دول كلهم عباره عن انتيجنز. لو حصل جه هنا في اي مكان من دول وحصل جه عليهم انتيبودي وجه اكتيفيتد بالكومبلمنت، هيبدا يعمل لي ايه؟ هيبدا يعمل لي حاجه اسمها اكانسولايسيس. يعني ايه اكانسولايسيس؟ لوس اوف كوهيجن بتوين كيراتينوسايتس، فقدنا التواصل والتلاصق بين الكيراتينوسايتس وبينها وبعضها. كسرت المكان ده او فكيت المكان ده، فالخليه دي ثابت من اختها او ثابت من حبيبها. بمعنى كده ايه؟ افتكروا الاغنيه بتاعت مين اللي هي الاغنيه اللي مش كويسه شويه بتاعت ايه؟ سيب ايدي، فقالت له وانا جت جنبك، هي ما جتش جنبها وفي حاجه جت من بره اللي هي مين؟ الانتيبودي، هو اللي جه عمل المشكله. فالخليه ثابت ايد اختها، فلما ثابتها بدا يتكون فلويد في النص، يعمل لي بعد كده الكليفت اللي هو يكون لي كلينيكال حاجه اسمها الفيزيكال او بوله. الموضوع كده وصل ولا صعب شويه؟ لو انا جيت هنا ضربت الديسموجلاينز او ضربت الديسموكولينز او الديسموبلاكينز، هيبدا يحصل لي حاجه اسمها اوتو اميون بولس ديس اوردرز. بمناسبه بقى الكيراتين فيلامنتس، الكيراتين هنا عبارة عن أكتر من نوع. عندنا كيراتين من 1 لـ20 ومجموعتين، من 1 لـ9 مجموعة ومن 10 لـ20 مجموعة تانية. والمجموعة الأولانية لازم تاخد 1 من المجموعة التانية، يعني الموجب مع السالب، وفوق في الإبيدرمس غير تحت في الإبيدرمس، هنا نوع وهنا نوع. الديفكت في الكيراتين بيديني حاجتين. الديفكت في الكيراتين دي بقى معلومة على الماشي كده عشان بس الناس ما تلخبطش فيها. لو انا فقدت الكيراتين اللي موجود فوق يديني بالمو بلانتر كيراتوديرمس، لو فقدت الكيراتين اللي موجود تحت عند البيزل سيلير هيديني جينو بولس ديس اوردرز. الكيراتين اللي موجود فوق في الابيديرمس كيراتين 1 و10، وده اللي بيبقى انتجريتد مع حالات البالمو بلانتر كيراتوديرما. الكيراتين اللي موجود تحت عند البيزل سيلير اللي هو كيراتين 5 و14، ولو حصل فيه ديفكت بيديني ايه؟ الجينو بولس ديس اوردرز. بالمره بس ايه معلومه كده على الماشي عشان الناس ايه ما تنساهاش. يبقى انا كده عندي المشكله كلها بتحصل فين يا جماعه؟ في الديسموزوم. المنطقه اللي انتوا شايفينها دي اسمها الديسموزوم. صعبه ولا نعيدها تاني؟ قبل ما ننقل عشان ده كانت مهمه جدا جدا هنا يا جماعه، نكمل. الباثوجينيسيس ببساطه خالص، انا قلت لكم ان الديسموزوم دي عباره عن جلايكوبروتينز، فهي بروتينز، فهي عباره عن انتيجنز. حصل مشكله ما، اوتو اميون جينيتك، جينيتك يعني العيان عنده جينيتك ديس اوردر، فبدا يحصل عندنا سيركوليتنج انتي ديسموسومال اي جي جي اوتو انتيبوديز. وكلمه اي جي جي هنا مهمه جدا. الاميونوجلوبولين بتاع هنا ايه؟ اميونوجلوبولين جي، ما هوش ام،
ولا اي ولا ايه، تمام؟ جي وهنقول لي بعد شويه. يمسكوا في الديسموسومز يحصل انتيجين انتي بودي كومبلكس، يجي معاهم الكومبلمنت يعملوا اكتيفيشن البلازمينوجيني حواليه البلازمين، بروتوليتيك انزيمز يدينا حاجه اسمها اكانسولايسيس، كلينيكال يبولا في الباثولوجي بنسميها كليفت. انواع الديسموجلاينز عندنا ديسموجلاين واحد وديسموجلاين ثلاثة. احنا نتكلم هنا على مجموعة البنفجاس جروب، تمام؟ او البنفجاس ايه؟ فالجارس. طب ايه اللي يثبت لنا ان الانتيجنز اللي عندنا هي ديسموجلاين واحد وديسموجلاين ثلاثة؟ تمام؟ كل السيوريز بتأكد الموضوع ده، بتأكد ان الاوتو انتيبوديز بتطلع اجينست الواحد والثلاثة، تمام؟ ايه اللي يثبت بقى؟ لقوا ان الامينوجلوبلين جي اللي انا جبته من السيرم بتاع العينين اللي عندهم بنفجاس فالجارز على اكس سيلر دومين بتاع ديسموجلاين 3 بره كانتيجين، عمل ايه؟ سوبرا بيزر اكانسولايسز لما انا حقنتها فين؟ في فران التجارب. الكلام ده نظري، لو حب يعني ايه مش عايزين نطول فيه، مش عايزين نكمل فيه. السؤال بقى، اشمعنا في البنفجاس فوليشيس او السوبرفيشال بنفجاس بيحصل السيبريشن فوق، وش معنى في البنفجاس فالجارز والفيجيتانز بيحصل السيبريشن تحت، تمام؟ وش معنى الاورال ليجنز بتحصل مع البيشنتس اللي هم بنفجاس فالجارز وما بتحصلش مع عيانين السوبرفيشيال بنفجاس، خلاص؟ وكمان بعض العيانين اللي عندهم بنفجاس فالجارز نلاقي عندهم اكتر حاجه افكتد الاورال انفولفمنت، لكن وبعض الناس التانيين عندهم اكستنسيف ليجنز على البوس السكن والميوكاس ميمبرنز، وكلنا بنشوف الحاجات دي. يعني في ناس اشمعنا سوبرفيشال بنفجاس السيبريشن فوق والفالجاريز السيبريشن سوبر بيزل، واشمعنا في ناس عندهم بنفجاس فالجاريز نلاقيه ميوكاس تايب بس يعني بيجي في الاورال كافيتي بس، وفي ناس تانية بيجي عندهم سيفير كوتينيوس وسيفير ميوكو كوتينيوس تايب. هنشوف الموضوع ده بحاجه اسمها ديسموجلاين كومبنسيشن ثيوري. يعني ايه ديسموجلاين كومبنسيشن ثيوري؟ انا بالنسبه لنا هقول لكم على ايه الموضوع ببساطه خالص. انا بمثل الديسموجلاينز دولت زي حرس الحدود بالظبط. في حاجه اسمها حرس الحدود موجودين على الفاصل بين دوله ودوله تانية، تمام؟ بعد حرس الحدود بتيجي فيه كماين موجوده تانية، في قوات تانية. لو حصل مشكله لقوات معينه بتبدا تعوضها القوات التانية اللي موجوده دي، لو حصل ضعف في مكان او ثغره في مكان تبدا القوات اللي باقيه تبدا تعوضها. طب ايه اللي بيحصل هنا؟ لقوا ان احنا عندنا الديسموجلاين والديسموجلاين واحد وتلاتة بيعوضوا بعض بطرق مختلفة، يعني ما هماش كلهم موجودين في مكان واحد ولا واحد متركز في مكان وسايب المكان التاني. ايه اللي بيحصل؟ في البنفجاس فوليشيس لقوا ان الانتيجنز اللي موجودة عندنا والانتيبودز بتطلع اجينست الديسموجلاين واحد فقط، يعني اللي بينضرب عندنا مين؟ ديسموجلاين ون. الرسمة دي صعبة صح؟ طيب ناخدها بالراحة كده. السكن لقوا ان الابيديرمس عندنا الجزء الابر بارت بتاعه اكتر حاجه متمثله فيه الديسموجلاين 1، واللور بورشن السوبرا بيزل بما انه مهم جدا وهو الحد الفاصل بين الابيديرمس وبين الديرمس، والديرمس ده موجود في ايه؟ موجود في البلد فيزلز، يعني بيمشي فيه ايه؟ بيمشي فيه كل حاجه اميون. فلو انا ما عنديش خط قوي هنا وحاجه قويه تبدا تمسك الدنيا في بعضها زي الديسموجلاين 3، اي حاجه هتعدي من هنا بسهوله جدا وتضرب الابيديرمس بتاعي. فلازم احط حاجه مهمه هنا وحاجه قويه تتحمل. فهنا بمثل اكتر حاجه هنا بمين؟ بالديسموجلاين 3 واحط معاها الواحد كمان. لكن الجزء الفوقاني من الابيديرمس عندنا مين؟ الديسموجلاين واحد. وحاجه مهمه اكتر، انا محتاج حاجه بتحصل عندي في الابيديرمس لما نيجي نشرح في الجزء بتاع الكيراتينيزيشن، ان بيحصل حاجه اسمها شيدنج اوف ذا ابيديرمس، يعني اللي تبدا تطلع لفوق 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 ويحصل عند الستراتم كورنيا بتفقد النيوكلاس بتاعتها، تتحول الى اناتوميكالي فيسيولوجيكالي ليف بات اناتوميكالي ديد سيلز، ويحصل شيدنج للخلايا بعد كده وتموت. فلازم كل ما اطلع لفوق يكون الترابط بين الخلايا يبدا يضعف واحده واحده. فعشان كده الترابط تحت بيعتمد اكتر على الديسموجلاين 3 وفوق يعتمد اكتر على الديسموجلاين 1 اللي هو الترابط بتاعه اقدر اقول اقل شويه من الديسموجلاين 3، تمام؟ فعشان كده لما اجي اعمل انتي ديسموجلاين 1 اجيب انتي بودز اجين الديسموجلاين 1 هتاثر لي على الجزء الفوقاني من الابيديرمس، وتحت عندي متعوض بالديسموجلاين 3 فمش هيحصل تاثير قوي، فعشان كده مش هيتاثر معانا السوبرا بيزل بارت.
لكن المشكله عندي في الميكوزا ان هي اصلا كلها عباره عن ديسموجلايين ثلاثه، مفيش ديسموجلايين واحد. فعشان كده في البنفجاس فليشيس الانتي بوديز اجينست الديسموجلايين واحد هتأفكت السكن الابر بارت ومش هتأفكت الميكوزا لان عندي كلها ديسموجلايين ثلاثة. طب ليه الميكوزا يا جماعه كلها ديسموجلايين ثلاثة؟ طول النهار شغالين ما شاء الله، يعني الماوس عندنا ما بيبطلش حركه، ففي فريكشن باستمرار. فلو انا مش عندي حاجه تبدا تعمل انتجريتي وترابط بين الخلايا قوي، هيحصل دايما عندنا ايروجن والسريشن في الماوس. فعشان كده ربنا بيعمل لنا بروتكتيف ميكانيزم وخلى الديسموجلاين اللي موجود هنا هو اقوى نوع، وشال النوع الضعيف وحط النوع القوي بس اللي هو مين؟ ديسموجلايين ثلاثة. ونفس الموضوع مع البيبيز النيونيتس انتروتراين لايف، البيبي هو في بطن امه، كل الابيديرمس بيبقى عباره عن كل الديسموزومز اللي موجوده في الابيديرمس عباره عن ديسموجلايين ثلاثة. يبقى هنا السؤال المهم، لو واحده حامل وعندها بنفجس فالجارز هل هيتنقل للبيبي؟ هيتنقل للبيبي. ليه؟ لان في البنفجس فالجارس الانتي بوديز بتطلع اجينست مين؟ 1 و3، وهي عباره عن ايمينوجلوبولين جي، وده سمول بارتكلز فبتعدي من خلال البلاسينتا، فيقدر يتنقل من الام للبيبي. طب البنفجس فليشيس هيعدي الانتي بوديز اللي هي انتي ديسموجلايين 1، لكن الفكره هتخش على البيبي مش هتلاقي التارجت بتاعها اللي هو مين؟ ديسموجلاين 3. هتلاقي مش هتلاقي التارجت اللي هو ديسموجلاين 1، هتلاقي ديسموجلاين 3 في وشها حامل بيبي، فمش هيبدا مش هيتنقل له البنفجس فوليشيس. يبقى لو جالك سؤال بنفجس فوليشيس بريجننت ماذر كان ترانسميت ذا ديزيز تو هير بيبي اور نوت، مش هتقدر تنقله، لكن لو فالجارز هيتنقل من الام للبيبي. بنفجس فالجارز تايب هنلاقي عندنا في اكتر من نوع، في عندنا ميوكوكوتينيس تايب وفي ميوكاس تايب. الميوكوزا الدوميننت تايب هنلاقي في الانتي بودز بتطلع اجنس ديسموجلاين 3 فقط، تمام؟ وعشان الجلد السكن محمي بالديسموجلاين 1 و3، ف3 لو افكتد بقى عندي 1 عباره عن حمايه. فلو مفيش انتي بودز كتير قوي هيبدا الجلد يبقى ما فيهوش مشكله زي الميوكاس ميمبرينز، ودي هنشوفها بالرسمه دلوقتي. هنا البيشنت وذ ميوكوزال تايب اوف بنفجس فالجارس عندهم اونلي انتي ديسموجلايين 3، لكن الميوكوكوتينيس تايب عندهم من نوعين، ديسموجلايين 3 وديسموجلايين 1. طب هنا ما انت بتقول يا دكتور من شويه ان انا عندي الابر بارت اوف ذا ابيديرمس ديسموجلايين 1 واللور بارت ديسموجلايين 3، لكن برضه اللور بارت موجود فيه ديسموجلايين 1، فلو ضربت 3 الكومبنسيتد ثيوري بقى هي اللي بتعوض هنا، واحد بيعوض ثلاثة تحت فيبدأ يحميه، فيبقى الأفكشن للميوكوزا بس. كلام تقيل ولا صعب؟ صعب. نشوفها بالرسمة. أدي الميوكوزا الطيب وبنفجس فالجارس. أنا عندي الميوكوزا الليجنز كل الديسموزوم اللي هنا ديسموجلاين ثلاثة، فلما جه الأنتي بوديز أفكتت كلها فحصل للميوكوزا الأوروجنز والسريشن. لكن لما جيت على السكن أنا عندي موجود حاجتين 1 و3، أنا ضربت 3 لكن 1 موجود بيعوض 3 هنا، وكمية الأنتي بوديز مش كتير فما أثرتش على السكن، فده بقى ميكوزال تايب أوف بنفجس فالجارس. لكن الميكوكوتينيوس تايب بقى المشكلة عندي طلع أنتي بوديز بكمية كبيرة جدا، بكمية إيه؟ كبيرة جدا أجينست الديسموجلاين 3 وأجينست الديسموجلاين 1، فعملت لي ميوكوزال ليجنز وعملت لي ديب سكن بليسترز. كلام صعب ولا سهل؟ طب ما يا دكتور ما انت كده بتقول ان انت عندك في الميوكوكوتينس تايب ديسموجلاين 1 وديسموجلاين 3، طب اشمعنى في البنفجس فالجارس بلاقي سوبرا بيزال كليفت وما بيحصلش ان الكليفت تبقى في كل الابيديرمس؟ ما هو ديسموجلاين 1 موجود فوق برضه، اشمعنى السيبريشن والكليفت فبشوفه في الباثولوجي بيكون سوبرا بيزل؟ ليه بقى؟ شوفها بالرسمه. اول حاجه خالص ان الانتي بوديز بتعدي من هنا للابيديرمس، فاكتر حاجه هتقابلها المنطقه دي،
يعني هو الانتي بودز ماشيه جايه جايه جايه، دخلت من هنا عدت هنا، فهتاثر على الديسموسومز اللي موجوده هنا، خدت ديسموجلاين 3 وديسموجلاين 1، ديسموجلاين 3 وديسموجلاين 1، على ما جيت توصل للابر بارت اوف ذا ابيديرمس ما كانش فيه عدد كفايه من الانتي بودز عشان تاثر عليها، تمام؟ وكمان عدد الديسموجلاين 1 اللي موجود في الابر بارت كتير جدا، فلو هم 100 مثلا ديسموجلاين 1 وانا ضربت 10 او 20 مش هيحصل برضو سيبريشن بالكميه الكافيه اللي تعمل لي كليفت في المكان ده، تمام؟ اهو اللور بارت اوف ذا ابيديرمس مايت بي اكسسد مور ريديلي باي ذا اوتو انتي بودز عشان هو قريب، يعني زي ما يكون مثلا العدو دلوقتي ضرب حرس الحدود، اكتر ناس هتتاثر وهيموت ناس عند مين؟ الناس اللي في خط المواجهه اللي هم ناس اللي على الحدود، لكن الناس اللي بعدهم اه هيوصل لهم صواريخ، لكن برضو مش هيكون في عدد خسائر كتير زي الناس اللي على قريبه من خط المواجهه او بين الدولتين. طب في بقى نوع، يعني الناس اللي بتعرف لو قرت، الناس لو جابت كتاب روك وقرت هتلاقي في نوع تالت كده مكتوب على جنب لوحده، عشان في ناس ساعات بتقول لا ما فيش النوع ده، في حاجه اسمها بيور كوتينيوس بينفيكس فالجارس. هتلخبطنا ليه بقى؟ يعني ايه بيور كوتينيوس؟ يعني هيجي سكين بس، ما بيجيش ميوكس، ما بيجيش ميوكس، لكن ممكن مع العمر ولو سبت العيان بدون تريتمنت او العيان اهمل التريتمنت ممكن مع الوقت يحصل معاه كمان ميكوزال ليجنز، لكن العيان ده بيجي بيور كوتينيوس، هو بيجي لك بس كده كوتينيوس افكشن، تيجي تبص على الاورال كافيتي مفيش، تبص على الازر ميوكس ارياز مفيش. طب ايه اللي بيحصل هنا؟ ان انا عندي كميه الانتي بودز اجينست الديسموجلايين 3 قليله جدا لدرجه ان هي ما قدرتش تاثر على العدد الكبير بتاع الديسموجلايين 3 اللي موجود في الاورال كافيتي، تمام؟ لكن كانت كافيه جدا ان هي تعمل لك ليفت فين؟ في السكن، خلاص؟ يعني كميه الانتي بودز الاجينست الديسموجلايين 3 ما كانتش قادره تاثر لي هنا، لكن كانت قادره تاثر لي فين؟ في الجزء بتاع السكن. وكمان كان عندي انتي ديسموجلايين 1 بكميه كويسه لدرجه ان هي اثرت لي على المكان ده هنا وما اثرتش على الميوكوس ميمبرين. يبقى البنفيكاس فالجارس وزاوت اورال ليجنز ريزلتس فروم ليفلز اوف انتي ديسموجلايين 3 تو لو، يعني كميتها قليله جدا، فمش قادره تعمل لي مشكله فين؟ في الاورال كافيتي، لكن كانت كفايه ان هي تعمل لي كوتينيوس ليجنز نتيجة وجود معاها ديسموجلايين اوتو انتيبوديز. كلام صعب وتقيل. هنا بقى ايه اللي انا كنت بقول لكم عليه من شويه، في البريجننت فيميلز مع البنفيجاس اوتو انتيبوديز كروس بلاسينتا، لان احنا عندنا الافكت على عباره عن نوع اي جي جي، فالاي جي جي بيعدي عن طريق البلاسينتا. طيب هينقل فالجارس ولا هينقل فوليشياس اللي هو سوبرفيشال بنفيجاس؟ هينقل فالجارس. ليه؟ لان البيبي الديسموزومز بتاعته كلها متغطيه بالديسموجلايين 3 زي ما احنا قلنا من شويه. ديستريبيوشن اوف ديسموجلايين 3 ان ذا نيونيتال ابيديرمس از لايك ذات اوف ذا ادلت ابيديرمس. البيبي كله عباره عن ديسموجلايين 3 مفيش واحد، فحتى لو عدى الانتي بودز من المذر للبيبي فمش هياثر عليها في اي حاجه خالص، ومش هيجي للولد، مش هيحصل له بولي. لكن لو عندها بنفيجاس فالجارس هيعدي الانتي بودز منها، وبالتالي ممكن تعمل لي مشكله للبيبي والولد يتولد بحاجه اسمها نيونيتال بنفيجاس. خلوا بالكم من الموضوع ده عشان مهم جدا. الموضوع اللي فات صعب ولا سهل يا جماعه؟ ها لو صعب نعيده تاني، بس في مره تانية عشان انا خلاص صوتي راح. نيجي للكلينيكال بيكتشر والهيستوباثولوجي او خطوات التشخيص بالنسبه لنا. لما اجي دايما في الايمينوبلاس ديس اوردرز انا لازم يبقى عندي خطوات في التشخيص. اول حاجه خالص عند الابيديميولوجي بتاعي، عند الهيستوري بتاعي، يعني اشوف العيان اللي داخل عليا ده ميل ولا فيميل، قلنا مفيش مشكله الاثنين زي بعض في الافكشن. طب اشوف الايدج بتاعي مهم جدا، هيحدد لي بنفيجاس ولا بنفيجويد في معظم الاحوال. تاني حاجه كلينيكال بيكتشرز، كلينيكال بيكتشر بتاعت العيان داخل عليا، اول حاجه الجنرال كونديشن، العيان داخل عليا سيفير إلنس، يعني جاي اتنين تلاتة شايلينه، جاي على كرسي ولا جاي ماشي على رجليه، مهمة جدا. بعد كده هوصف البلة بتاعتي، يا رب فلاسيد ولا تنس، underlying skin normal ولا erysematous، surrounding skin normal ولا articarial skin، خلاص. بعد كده البلة ذات نفسها بتسيب pigmentation ولا بتسيب scar ولا ما بتسيبش حاجة خالص.
طيب البولة ذات نفسها لما بيحصل لها دروفينج، يعني لما بتشال الطبقة الفوقانية بتاعتها، بتسيب denuded areas ولا بتسيب ألسر مكانها؟ كل الكلام ده لازم نغطيه اما نيجي نشرح اي بولس ديس اوردر. يبقى انا عندي وصفت اول حاجه سكس، بعد كده الايج بتاع البيشنت، بعد كده الجنرال كونديشن بتاعت البيشنت، بعد كده عندي اهم حاجه والكورنر ستون بتاعها هي البله او الفيزيكال، هوصفها فلاسيد ولا تنس، اندرلاينج سكين، سراوندنج سكين، بعد كده البوست بول ايه اللي بيحصل، حب تسيب السكين نورمال ولا بقى فيه هايبر بيجمنتيشن او سكارينج. بعد كده الخطوه الثانيه بتاعتي هي الهيستوباثولوجي، ولازم في كل بولا ديس اوردرز باخد فريش ليجن، يعني يكون عندي في خلال 24 ساعه تكون فيزيكال لسه متكونه جديد، ما ينفعش اخد اولد فيزيكال، لازم اخد فريش ايه فيزيكال تكون لسه جديده بالنسبه لي، حاجه كده هنقول دي لسه طالعه النهارده، لسه طالعه بقى لها 10 ساعات. لكن اكتر من 24 ساعه بيكون في تربيديتي في الفلويد، بيكون حصل ريجينريشن، فبتغير لي الليفل اوف سيبريشن، ببدا اتلخبط بين الكليفت يا ترى فوق ولا تحت. تمام، دي كلها. بعد كده الدايركت او بعد كده الامينوفلوريسنس، وعندنا نوعين دايركت واندايركت. الدايركت يعني ايه؟ بدور على المشكله حصلت على ايه، يعني بدور على انتيجين، فيبقى كده هاخدها من التيشو، بس باخدها فين؟ بيري ليجنال سكين. وده سؤال، اشمعنى باخدها بيري ليجنال سكين، ما باخدش من الليجن ليه؟ ما باخدش الفيزيكال ذات نفسها اعملها امينوفلوريسنس ليه؟ حد عنده اجابه؟ فكروا فيها على ما نوصل لها. بعد كده الاندايركت امينوفلوريسنس، باخد السيرم بتاع البيشنت ادور فيه على الانتيبوديز اللي ماشيه، وده مهم جدا في حالات البنفجاس اندايركت امينوفلوريسنس، بيهمني جدا اعرف التتر بتاع الانتيبوديز بتاعتي اخبارها ايه، يهمني في الاسسمنت بالنسبه للسيفيريتي، ويهمني بعد كده في الفولو اب بتاع التريتمنت بتاعي بالنسبه للعيان، اشوف التتر ده بيقل ولا ثابت ولا لا ده بيزيد. يبقى احنا كده دي خطوات التشخيص بتاعه اميون وبولس ديزيزز. البنفجاس بالجارز اول حاجه بتحصل في الميدل ايج، ما هو سيفير اولدر انديفيديوالز، ممكن يكون لوكالايزد او جنرالايزد. اهم حاجه عندي ان في افكشن للميوكاس ميمبرنز، لو ما فحصتهاش يبقى انا كده هخسر تقريبا كل الدرجه، لو انا في امتحان لازم اشوف الميوكاس ميمبرنز، واهم حاجه في الميوكاس ميمبرنز الاورال كافيتي. ولو برضو العيان ما قالكش لازم تساله على الاذر ارياز اوف ميوكاس ميمبرنز زي الجينيتاليا والايه وايه تاني حد بيقول اهو، والاوكيولار لازم ابص على العين بتاعته عشان زي ما هنشوف بعد شويه. بالنسبه للبنفجاس بالجارز اكتر اماكن السكالب، الفيس، التشست، الاكزيلي والجروين. هنوصف البولي عباره عن فلاسيد بولي بتحصل على نورمال سكين، ها يبقى فلاسيد بولي ليه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن كليفت او فيزيكال موجوده في الابيديرمس متغطيه بطبقتين او ثلاثه، يعني حاجه خفيفه قوي، فلازم تكون فلاسيد، ما هيش ما عليهاش طبقه كبيره، يعني دوبك متغطي بملايه وكوفرتا خفيفه، لكن السب ابيديرمال متغطي بالحاف وكمان كوفرتا فوقيه فهيبقى تنس. يبقى هنا عندي عباره عن فلاسيد بولي بتحصل على نورمال سكين. وحاجه مهمه جدا دايما في الجنرال كونديشن، هنا ممكن تبقى فيري باد جنرال كونديشن بالنسبه لحاله البنفجاس بالجارس. طيب قلت لكم نوصف البوله فلاسيد على نورمال سكين، كمان لما بتربشر بتسيب لنا حاجه اسمها دينيودد ارياز، بتسيب لي اروجنز. ودينيودد ارياز يعني ايه؟ زي المسلوقه، زي ما يكون واحد وقع على ميه سخنه وانت وسلخ الجلد وتشال القشره اللي موجوده دي اسمها دينيودد ارياز. ده بالنسبه للمنظر هنا افكشن، يعني في الاورال كافيتي دايما مش هقدر اشوف انتكت فيزيكلز، هشوف دايما اروجنز موجوده. ده المنظر عندنا هي بتبقى سمول فيزيكلز تمام وفلاسيد، خلاص بتسيب اروجنز مكانها. بتسيب حاجه اسمها دينيودد اريا زي ما احنا شايفين كده، واروجن صغيره جدا، وعباره عن ايه؟ فلاسيد فيزيكلز اند بولي تمام، وعلى نورمال سكين. دي دينيودد اريا يا جماعه عشان الناس، يعني ايه ده منظر كده، دي اسمها دينيودد اريا، ودي دينيودد اريا برضو، ودي هنا الفيزيكلز على نورمال سكين. واحد هيقول لي طب ما هو كده السكين تحتها مش نورمال، لا ما هو ده دينيودد، دي كلها فيزيكلز جنب بعضها اتشالت، حصل دروفينج فعملت المشكله اللي انتم شايفينها دي. نيجي للباثولوجي بتاعنا ببساطه جدا، سهل قوي زي ما احنا قلنا من شويه وعدناه كل شويه بنقوله. هنلاقي اول حاجه عندي حاجه اسمها سوبرا بيزال كليفت ويز
هنلاقي بقى جواه ايه حاجة اسمها اكانسوليتك سيلز، ماشي، ونلاقي في حاجة اسمها اكانسوليسز. يعني ايه اكانسوليسز؟ لوز اوف كوهيجن بتوين كيراتينوسايتس، تمام. وطبعا عشان في انتيبوديز عدت من الابيديرمس للديرمس، هنلاقي فيه ديرمال انفلتريت عبارة عن ليمفوسايتس، وهنلاقي فيه ايزينوفيلز. للناس المتعمقة او بالنسبة للباثولوجي وبتحب تدرس في الايرلي بنفجس فالجارس، بيحصل حاجة اسمها ايزينوفيليك اسبونجوزس. لسه بقى الانتيبوديز جاية من تحت وبتمخمخ وبتفكر تعمل ايه، فدخلت بين الكيراتينوسايتس وبعدها عشان تضرب الديسموسومز، بدأ يحصل السيبريشن واحدة واحدة. فبنبص لا في سيبريشن بين الخلايا وبعضها، لسه الكليفت ما تكونش، عملت سبونجيوزس كده في النص، ونلاقي في ايزينوفيلز، بنسميه ايزينوفيليك سبونجيوزس. وده بيحصل في الاثنين، بينفجاس فالجارز والبولس بينفجويد في الايرلي. ده الباثولوجي بتاعي. بلاقي في حاجة اسمها سوبرا بيزال كليفت ويز اكانسولايسز. يعني ايه اكانسولايسز؟ ادي الاكنسولايسز هنا بوريها لكم. المفروض ان الخلايا كيراتينوسايتس ماسكه في بعضها بالمنظر ده، هنا بتسمزمز بينها وبين بعضها، لكن اللي حصل بدا يحصل لوس اوف كوهيجن، كل خلايا بدات تسيب التانية. هنا الخلايا عباره عن اوفل، بقت سلايتلي راوندد، كل ما تسيب اختها بتقول لها سيبيني بقى اشوف حالي، زي ما واحدك بالظبط كده تتطلق من جوزها وتشوف نفسها تكتئب، تبدا تاكل كتير، تبدا تتخن، تبقى مدورة وحلوة كده تلزلز. بصوا هنا فلات سلايتلي راوندد، بعد كده بقت راوندد ما شاء الله، بعد كده شايفين حجمها وصل عامل ازاي، كل خلايا بقت لوحدها، تمام. دي اسمها اكانسوليتك سيلز. وبيحصل حاجة مهمة قوي بقى عندنا في السوبرا بيزال لاير، حاجة اسمها توم ستون ابيرنس، اللي انا نزلت لكم صورة عليه امبارح، اللي هي اسمها شواهد القبور. المنظر ده، هنا الخلايا لما بتسيب بعضها، كل خلايا ماسكه في اللي حواليها. يعني لو خدنا قلنا الصوره 4 دي، ادي الكيراتينوسايتس ماسكه في دي وماسكه في دي وماسكه هنا من الاربع نواحي، فالاربعه دي اسموزومز افكتد، فالخلايا سابت نفسها بقت ماشيه حره هنا في قلب الكافيتي زي ما انتم شايفين كده. يبقى الكليفت ده هنا، والكنسوليتك سيلز ماشيه ايه، تتجول براحتها هنا كده، يعني ايه ماشيه براحتها خلاص بقى، ملهاش ظابط ولا رابط. لكن يا عين الخلايا اللي تحت هنا في السوبرا بيزال لاير محكومه، ليه؟ هي من فوق وعلى الجناب ماسكه بديسموسومز، لكن تحت ماسكه بايه، بهيمديسموسومز، فهي ثابت من ثلاث جوانب وماسكه في جانب واحد بس، فعشان كده بقت واقفه، كل خلايا واقفه بنفسها، عامله زي شواهد القبور اللي احنا بنسميه تومستون ابييرنس. وادي تحت عباره عندنا لما نيجي نبص هنا تحت، بقى هنا في الديرمال انفلتريت، خلاص عباره عن ليمفوسايتس وايزينوفيلز. في حاجة مهمة قوي، لو انا خدت عينة اولد شوية ودلوقتي حصل لي جالي الكليفت كده، لقيت في ريجينيريشن، بقيت في كليفت، حاسس ان في ابيديرمس فوق وابيديرمس تحت، دايما لما اجي ادور على الكليفت يا جماعة ابص على البريفري، دايما ابص على البريفري بتاعت الكليفت هو جاي منين، عشان اعرف الليفل بتاعه سوبرا بيزل ولا سب ابيديرمال. يبقى ده بالنسبة للبنفجاس فالجارز، عبارة عن سوبرا بيزل كليفت، ستومبستوين ابييرنس اند اكانسوليتك سيلز ويزن ذا كافيتي، وفي عندي ديرمال انفلترت عباره عن ليمفوسايتس مع ايزينوفيلز. حد عنده سؤال؟ نخش على الفيريانت بتاعت البنفجاس فالجارز اللي هي الفيجيتنس. ده فيريانت يعني نوع منه. ايه اللي حصل؟ هو حصل بنفجاس فالجارز، لكن للاسف جه في اماكن معينه في الجسم، يعني جه في سبيشال سايتس، يعني جه الاماكن بتاعته في اماكن لها كينونه خاصه في الجسم، لها طبيعه مختلفه في الجسم. جه فين؟ في الانترتريجينس ارياس، يعني بدا يحصل في الاكزيلي، بدا يحصل في الجروين، بدا يحصل في النيتال ارياس، في الحتت دي ممكن يحصل برضه في السكالب. لكن هنا المشكله كلها ان الموضوع بقى سيفير شويه، وان الاميونيتي هنا حبت ترد بصوره، فردت بصوره اعنف شويتين، فالجلد بدا حب يعمل نفسه ناصح، فبدل ما يقاوم المشكله ذات نفسها كبر نفسه، نفخ نفسه، عمل فيها اسد وهو مش اسد، فعمل لي حاجه اسمها ابيديرمال هايبربليزيا، فالابيديرمس كبر بنفسه وما قدرش يواجه المشكله، وبرده الكليفت اتكون عندي، هو حب يغطي عليه فبوظ الدنيا زياده. فده نوع يعتبر سيفير فورم اوف بنفجاس فالجارز، لكن خد شكل معين كلينيكال وباثولوجيكال، فسميناه فيجيتنس عشان فيه فيجيتيشنز كلينيكالي.
عبارة عن فلاسيد بولي وفيزيكالز برضو بتكون اروجنز، لكن بدأ يحصل فيجيتيتنج فوقيها وبالليموتوزيك بروفريشن على الجلد على الليجن ذات نفسه. وبدأ تحصل فين؟ في اماكن معينة. ده البنفكس فيجيتنس، هي بدأت في الاول فلاسيد فيزيكالز، لكن العيان هنسأله هيقولك ده بدأت في الأول في أفيق مية وبعد كده حصل المنظر اللي انت شايفه ده. وممكن تخش يا جماعة في ديفرينشال مع حاجات تانية لو واحد مخدش الهيستوري كويس. دي الصورة الكلاسيك بتاعتها اللي بتيجي بيها، يعني لو سبنا المنظر الفيجيتيتنج ده وبصينا هنا أو بصينا في المنظر ده، ده زي اللي شفناه من شوية الدينيودت إيريز بتاعت مين؟ بتاعت البنفيجاس فالجاريس. لكن اللي حصل ان هي جيت فيه فريكشن ارياز، هنا الفريكشنز الكتير فالاميونيتي حبت تقاوم شويه، عملت الابيدرمال هايبربليزيا كونت الفيجيتيشنز اللي موجوده دي. وعلى فكره البنفيجاس فيجيتنز ريزيستنت للتريتمنت اكتر من البنفيجاس فالجاريس. ده الفيجيتيتنج ليجنز برضو. الباثولوجي هيبقى زيه زي البنفيجاس فالجاريس، عند السوبربيزال كليفت برضو وعند اكنسوليتك سيلز وفي اكنسولايسز وكل حاجه، وهنلاقي في التومبستين ابييرنس. لكن اللي هيفرق حاجه اسمها ابيدرمال هايبربليزيا. اما اقول كلمة ابيديرمال هايبربليزيا يعني عندي 1 2 3 4، ايه هما؟ هلاقي في هايبر كيراتوزيس، اكنسوزيس، الونجيشن في الريتريجيس، وببل وايه حاجة اسمها بابيلوماتوزيس. تمام؟ ده المنظر بتاعنا. ادي الكليفت موجود هنا اهو. زي ما بقول لكم دايما عايزين تعرفوا الليفل اوف سيبريشن فين، ما تبصش هنا، بص من بعيد هنا. يعني بص انا ماشي بالراحه مع البيزل سيلير، بدا السيبريشن يتكون هنا اهو، وبعدين السيبريشن بدا يكبر معايا، عمل لي الكليفت هنا في المنظر ده. لكن اللي لاحظته ان انا عندي حاجه اسمها ابيديرمال هايبربليزيا، ده اسمه اكنسوزيس يعني انكريزد سيكنس اوف ذا ابيديرمس، وفي عندي فوق هنا هايبر كيراتوزيس، وفي عندي الونجيشن في الريتريجيس. زي ما قلت لكم قبل كده علاقه الابيديرمس بالديرمس زي علاقه الاب بالابن. الاب اللي هو الديرمس شايل ابنه الابيديرمس، فالابن نازل برجليه اللي هي الريتريجيس، والاب طالع بايديه عشان يمسك ابنه اللي هي الديرمال بابيلي. فحصل الونجيشن هنا وحصل بابيليموتوزيس، يعني البابيلي طلعت فوق عملت بروجكشنز فين؟ في قلب الابيديرمس ذات نفسه. بصوا عشان بس ايه الموضوع ما يملاش علينا، فانا هوقف عند البنفيجاس فالجاريس وفيجيتنس وهخش على التريتمنت بتاعهم، والمره الجايه نكمل السوبرفيشال بنفيجاس والاي جي اي والبارانيوبلاستيك. تمام التريتمنت. نكمل في بقيه التشخيص بتاعنا بالاميونوفلوريسنس. احنا قلنا كده البيوبسي لازم اخدها منين؟ من فريش فيزيكال، تكون عندي جديده لسه وزن 24 اورز متكونه. طيب انا خدتها برضو وبعدين ما قدرتش اوصل لتشخيص، لازم ااكد المعلومه بتاعتي. وزي ما قلت لكم انا كمان هااكد المعلومه وبعدين عايز احدد السيفيريتي بتاعت الديزيز، وبعدين هعمل بيز لاين بالنسبه لي عشان افولو اب التريتمنت بتاعتي. اول حاجه هعمل حاجه اسمها ايمينوفلوريسنس، هتبقى تالت حاجه بالنسبه لنا. عندي نوعين دايركت واندايركت. الدايركت انا هدور على المشكله دايركت، انا بدور على خلاص يعني رايح للهدف بتاعي، فبخش على السكين دايركت، بعمل حاجه اسمها دايركت ايمينوفلوريسنس، فباخد حاجه اسمها بيري ليجنال سكين بايوبسي، يعني هاخد عينه جنب الليجن ذات نفسه. طب ليه مش باخد من الليجن؟ يا جماعة حد يجاوب؟ محدش عايز يجاوب. المشكلة كلها ان الليجن حصلت الفيزيكال وتكونت، يعني خلاص حصل كونسامشن، يعني انا في الاميونوفلوريسنس بدور على الانتيجن. في ناس ايوه بريزنس اوف انتيجن، ايه اللي حصل بقى دكتورة شيرين؟ دكتورة شيرين مذاكرة خلي بالكم يا جماعة. انا باخد بيريليجنال ليه؟ انا عايز ادور على انتيجن لسه سليم، ما فيش انتي بودي جه مسك فيه وضربه. تمام، فلو خدت من الليجن ذات نفسه هو اصلا الانتيجين انضرب وعمل لي اكنسولايسيس، فلو دخلت ادور مش هلاقي اي حاجه، فلازم اخد بيري ليجنال سكين عشان اعمل الدايركت اميونوفلوريسنس. الاندايركت اميونوفلوريسنس باخد السيرم بتاع العيان وباخد تيشو عندي من الاسوفيجاس بتاعه الممكن من القرود، واحطهم مع بعض واجيب ليبلد انتي بوديز وبحطها عليهم واشوف ايه اللي هيحصل بالنسبه لي. ده الدايركت ايمينوفلوريسنس هنا اهوت، خدت التيشو وجبت عليه ليبلد انتي بوديز، هتخش هنا هلاقي حصل حاجه اسمها ديبوزيشن، يعني بجيب ليبلد يعني منوره فلوريسنس بتنور،
واحطها على التيشو اللي انا اخدته من البيريليجنال سكن، هيحصل عندي هلاقي ديبوزيشن اوف اي جي جي 1 و4 رقم 1 و4 وكومبلمنت 3. المكان بتاعهم فين بقى؟ فين؟ سوبرا بيزل، تمام، فوق هنا، ما هوش تحت، ما هوش ديرمو بيديرمال، مش في الخط ده، لا هنا فوق هنا، وما هوش سوبرفيشال، لا ده سوبرا بيزل، تمام. الدايركت مينوفريسنس سهل قوي، بجيب نورمال سكين او تيشو اسوفيجس بتاع المونكز او البلادر، واجيب البيشنت بلاد اللي موجود في ايه الانتيبوديز، واجيب فيه ليبل ده انتيبوديز، انا حطيت دول مع بعض خلاص، فده جه هنا اللي فيه انتيبوديز مسك في الديسموجلاينز اللي هنا، وده هيجي يمسك في الاثنين، وانا عارف ده عبارة عن ايه، يعني انا عارف النوع ده ايه اللي موجود هنا، انا عارف ان انا حاطط مثلا هنا 1 و4 و5 كده، فجيت لقيت اللي مسك عندي هنا 1 و4، ده الدايركت امينوفلوريسنس. هي الصورة هتبقى مش واضحة قوي في الموبايل، مش هي واضحة بالنسبة لي على اللاب، لكن في الموبايل تقريبا مش واضحة. المفروض ان انا بشوف الفلوريسنس هنا في المكان ده، سوبرا بيزل، برضو مش عارف هي واضحة بالنسبة لكم من بعيد، هنا هتشوفوا الفلوريسنس هنا واضح في المكان ده اكتر من اماكن تاني. ده الدايركت امينوفلوريسنس اهو يا جماعة، دي واضحة خالص بالنسبة لكم كده، دي واضحة، ده الدايركت امينوفلوريسنس هنا، دي بوزيشن اوف اي جي وكمبر من 3 فين؟ عند السوبرا بيزال اريا، شايفين منور فين؟ بين الديسموزومز اللي موجودة هنا. ده الاندايركت امينوفلوريسنس اهوت، لما جبت البيشنت السيرم على التيشو اسوفيجاس او نورمال تيشو وحطيت عليهم فلوريسنت ليبلد انتيبوديز، بدا يحصل المنظر اللي احنا شايفينه ده، تمام. زي ما قلت لكم الاندايركت امينوفلوريسنس اهميته ان انا بحدد بيه سيفيريتي اوف ذا ديزيز بالتتر بتاع الانتيبودي، تاني حاجه بحدد بعمل بيه فولو اب بالنسبه للعيان بعد ما ابدا التريتمنت، ببدا اقيم العلاج بتاعي جايب نتيجه ولا مش جايب نتيجه، هل هزود الدوز، هل هغير البلان بتاعتي ولا لا. التريتمنت، اولا اول حاجه انا اشوف المريض اللي جاي لي ده الجنرال كونديشن بتاعته اخبارها ايه. في عيان بيجي لي في سيفير باد جنرال كونديشن، العيان ذات نفسه لا قادر ياكل ولا قادر يشرب ولا قادر يعمل اي حاجه في حياته، بقه مقفول من الاروجنز والالسريشن اللي موجوده، سيفير كوتينيوس ليجنز، العيان مش قادر يتعايش مع حياته، ده هنا يعتبر شبه طوارئ، لازم اتعامل مع العيان ده بسرعه. ايه اللي عايز اعمله؟ انا عايز اغسله، عايز انضفه، عايز اشيل الانتيجنز اللي موجوده فيه ده، عايز اقفل كل حاجه، تمام. ده له تعامل. في عيان تاني جاي لي الى حد ما الجنرال كونديشن بتاعته كويسه، يقدر ياخد الاورال تريتمنت بتاعتي ويتحملها. التريتمنت عباره عندي سواء كان ده او ده، لازم سيستميك استرويد، لازم سيستميك ايه استرويد. تاني حاجه استرويد سبيرنج دراجز. تالت حاجه الجنرال كير، انا بعامل عيان البنفجاس فالجاريز از ابيرن، يعني عيان عنده بيرن كحرق وانا بعامله زيه بالظبط، يعني ايه؟ بخليه يغسل جسمه بصلاين، يستحمى، مش يغسل، يستحمى بصلاين، تمام. الممكن بروفلاكتيك انتيبايوتكس، ما يحاولش ان هو يعني يهمل الليجنز بتاعته. كمان العيان ده ممكن يفقد البروتينز بتاعته بالنسبه للارياز اللي بتاع مع الدنيود الارياز اللي موجوده، فلازم اعوضه ببروتين، خلي بالكم دي مهمه جدا. يبقى رقم واحد في التريتمنت هو الاسترويد، سواء كان بقى هنقول انواع الاسترويد ايه. اول حاجه يا اما الاسترويد يا اما يكون اورال يا اما يكون انجكشن، خلاص، يا اما يكون اورال يا اما يكون بالس استرويد انجكشن. الاورال دايما جرعتنا بتبدا من 1، ممكن توصل ل 2 ملي جرام بير كي جي بودي ويت بير داي، وبنزود كمان اميونو سبريسيف دراجز زي هنشوف الازاسايبرين، سايكلوفوسفامايد، سايكلوسبورين، مايكوفينيليت، موفيتيل، ميستوريكسيت، على حسب العيان ما يتحمل معايا او اللي يناسبه بالنسبه لي. والجنرال كير زي ما احنا قلنا كومبليكيشنز اوف استرويد، انا خلاص يا جماعه يعني بالنسبه لكم بدات ايه افصل. الاسترويد سبيرنج دراجز عندي الازاسايبرين، الدوز بتاعتنا من 3 ل 4 ملي جرام بير كي جي بير داي، سايكلوفوسفامايد من 2 ل 3، سايكلوسبورين من 2 ل 5. والدواء المهم جدا على فكره اللي يعتبر الفيرست تشويس دلوقتي
كاسترويد سبيرنج دراج هو الموفيتيل، مايكوفينيلات موفيتيل الدوز بتاعته بتوصل ممكن توصل ل 2 جرام بير داي خلاص. وممكن نبقى نتكلم في مره تانية عن الدراجز ديت والايه والميكانيزم في اكشن بتاعها. السؤال المهم، انا لما اجي ابدا سيستميك استرويد هبدا امتى الاسترويد سبيرنج دراجز؟ هبدا الاثنين مع بعض من الاول. طب ليه؟ لان مشكله الاسترويد سبيرنج دراجز كلها عموما لها ديليد اكشن، ما بتبداش بسرعه، بتبدا متاخر. زي الازاثيوبرين ممكن ياخد من 4 ل 6 اسابيع عشان يبدا، الموفيتيل ممكن ياخد من 2 ل 4 اسابيع عشان يبدا. فلازم ابدا بالاسترويد، ولازم ابدا مع الاسترويد سبيرنج دراجز زي الازاثيوبرين او الموفيتيل اللي متاح بالنسبه لي فيهم. بعد ما اعمل كنترول، يعني ايه اعمل كنترول؟ لما العين يبدا خلاص يبقى في كومبليت ديسابيرنس اوف اول ليجنز اند نو نيو ليجنز لمده اسبوعين، هبدا في الحاله دي اقلل الاسترويد. وصلنا المعلومه دي؟ امتى ابدا اوقف او اقلل؟ مش هوقف بقى، اقلل الاسترويد لما يحصل كومبليت كليرنس اوف اول ليجنز، العيان خلاص مفيش اي حاجه بقى فري تماما، اند نو نيو ليجنز مفيش حاجه ظهرت جديده لمده اسبوعين. لو في الاسبوعين دول ظهرت حاجه جديده هرجع احسب من اول وجديد. لما خلاص الدنيا كويسه واسبوعين والدنيا مستقره هبدا اقلل الاسترويد بتاعي. في طريقتين اقلل بيهم الاسترويد، في طريقه اللي هي الديلي، وفي حاجه اسمها الدي افتر دي، دي نخليها بعد كده نبقى نشرحها في مره تانية. ودي الحاجات العوامل اللي انا بحدد على اساسها ان انا هختار ايه. الاسترويد بتاعنا ده لو العيان جاي لي بجنرال كونديشن لحد ما كويس. طب لو جاي عندي بسيفير جنرال باد جنرال كونديشن، هخش بالبلس سيرابي بتاعي، بدي الميثايل برينزولون اللي هو البلس سيرابي 1 جرام بير دي اي في لمده 3 ايام متتاليه خلاص. لازم يكون في الرعايه، ده ما ينفعش يتاخد في البيت، لازم يكون يتاخد في الرعايه. وبشوف العيان متابع له بلاد بريشر والهارت، وبعمل له اس جي يعني والالكترولايتس باستمرار. العين ده ممكن يخش مني في اي مشكله في اي وقت، فلازم ده يكون تحت رعايتي، ما ينفعش ان انا احطه في البيت، لازم يكون في الرعايه بالنسبه لي واتابعه. الميثايل برينزولون 1 جرام بير دي اي في لمده 3 ايام، وكده كده بكمل كمان الاورال بتاعي ما بوقفوش. خلي بالكم ان المعلومه دي مهمه جدا. وفي سؤال كده الناس بتساله دايما، مقارنه يعني كومبير بين بلس سيرابي لو انا اضطريت ليه هنا في البن في جزف الجارز، والبلس سيرابي لو اضطريت ليه في حاله ستيفن جونسون سندروم او التين توكسيك ابيدرمال نيكروليسيس. الفكره هنا في البن في جزف الجارز لازم العيان هيكمل بالاورال سيستميك استرويد، لكن في التين او ستيفن جونسون مفيش داعي ان انا اكمل بالاسترويد، لان انا عندي المشكله كلها كانت حاجه مؤقته وهتروح. لكن في البن في جزف الجارز دي اوتو اميون مكمله مع العيان. طب ايه الاذر اوبشنز اوف تريتمنت لو عيان جاي لي بسيفير سيفير برضو باد جنرال كونديشنز وانا مش هقدر اديله البلس سيرب بتاع الاسترويد؟ في عندي اكتر من حاجه، في بعمل يبدا ينقل. طيب النت رجع، معلش يا جماعه النت كان قطع. طيب لو انا دلوقتي العيان محتاج جاي لي بسيفير باد جنرال كونديشن ومش هينفع معاه الاي في ميثايل برينزولون اللي هو البلس سيرابي بالنسبه للاسترويد، عندي خطوات تانية ايه متاحه؟ ممكن بلازما فارسز، اكسترا كوربوريال فوتو فارسز، وحاجه اسمها انترافينوس امينوجلوبولينز اللي هي ممكن توصل من 4 من 10 جرام لكل كيلو جرام بير دي، برضو من 3 ل 5 ايام بديها للمريض برضو قدامي. تبدا اول عبوه بديها على فتره طويله اكتر من نص ساعه لساعه، بعد كده العبوات بتبقى اقل وقت بايه بالتدريج. الفكره برضو في كل العلاجات دي ان انا بعمل ووش اوت، بغسل الجسم من كل الانتيبوديز اللي موجوده،
ولازم برضو يكون العيان مكمل على الاورال سيستميك استرويد، لان المصيبه لو انا عملت العيان بلازما فارسس انترافينوس امينوجلوبلينز او اكسترا كوربورال فيتي فارسس من غير ما اكون مغطيه بامبريلا او سيستميك اورال استرويد، العيان ده ممكن يخش في ريلابس مني فظيعه جدا. ليه؟ انا فضيت كل الجسم من الانتي بوديز وسبت الانتيجين مفتوحه عامله زي الايه الاوبن ماوس، يعني ايه هانجر ماوس كده، بق مفتوح. فلو العيان ده سبته من غير ما يكون في سيستميك استرويد بياخده اورال، كل الحاجات المفتوحه دي عايزه تتغطى مره واحده بانتي بوديز، فهيخش مني في ريلابس عنيفه جدا. فاي حاجه من الحاجات دي لازم يكون العيان مكمل على الاورال سيستميك استرويد. السيستميك استرويد بقى البريكوشنز بتاعها والعيان يبدا بايه من الاول واقلل ازاي، دي نقولها في مره جايه ان شاء الله. هنسيبكم دلوقتي ونبقى نكمل مرة تانية بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.